فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وذكر الحديث. نعم، حديث الإسراء والمعراج كثيرة، وأغلبها في الصحيحين أو في أحدهما. والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فمذكور في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج فوق السماوات عند سدرة المنتهى، هذا هو المعراج وهو الصعود. وفي نقله صلى الله عليه وسلم من مكة المشرفة إلى القدس وسيلة النقل هي البراق، وهو دابة ليست من جنس دوابنا، وإنما هو دابة سريعة العدو تضع حافرها عند منتهى بصرها أو عند منتهى طرفها. ركب صلى الله عليه وسلم البراق وسارت به حتى وصل إلى بيت المقدس، وربط هذه الدابة في المكان الذي كانت تربط فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن سنة الأنبياء واحدة. ثم دخل وصلى في بيت المقدس، صلى هذا قبل المعراج، قبل العروج، صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل وصلى أيضا بالأنبياء، جمعهم الله له وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جحد الإسراء أو المعراج أو أنكر ذلك فإنه كافر، فإنه كافر بالله عز وجل، لأنه منكر لما في كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون. وقد أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام. لم يكن الإسراء بالروح دون الجسم، ولم يكن مناما يعني حلما، وإنما كان يقظة. نعم، وهذا من آيات الله ومعجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر هذا من باب الاستفاضة في هذه المسألة، لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أبى أن يتشبه باليهود في قبلتهم، ذكر إثبات هذه القصة مما يدل عليها